حملات إعلامية تهدف إلى رفع منسوب الوعي لدى المجتمع العربي حول فيروس كورونا والمخاطر الناجمة عنه، كما تدعو هذه الحملات المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الوقاية كلبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمواظبة على تعقيم اليدين، إلا أن الرسائل الأكثر تأثيراً والتي تلفت انتباه المواطنين بحسب الخبراء هي تلك التي تحتوي على القصة الإنسانية والتجربة الشخصية. نحن نقول بداية، نراهن أولاً قبل الحملات التوعوية الهامة جداً، نراهن على وعي أهلنا وعلى سلوك أهلنا وعلى تطبيق التعاليم في حياتنا اليومية كأفراد وكمجتمع وكمجموعات. في نفس الوقت يعني نقول إنه في الحملات الإعلامية هناك يعني أساليب عديدة للوصول للجمهور. أولاً أن نخاطب جمهورنا، إحنا مجتمع اللي فقد يعني أعز ما يمكن عليه، فبنقول ليس من السهل أن تفقد من تعز ومن تحب، وأن لا تستطيع أن تودعه وتقول له وداعا وأن تضع يدك على محياه. هذه حسرة نعيش بها يعني كعائلات. في نفس الوقت يعني القصة الشخصية، يتحدثون يعني مهنيين، رجال جمهور، الأفلام القصيرة اللي تصل للمواطنين. وقد أظهر المواطنون العرب في الموجة الأولى من انتشار الوباء التزاما كبيرا بتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، ولم يقيموا الأعراس والتجمهرات، مما ساهم في الحد من انتشار الوباء. لكن سرعان ما تبدد هذا النجاح في الموجة الثانية من الوباء، حيث لوحظ نوعا من الاستهتار وعدم الالتزام بالتعليمات. مجلس الشعب المحلي بالتعاون والتنسيق مع المركز الجماهيري، الجامعة الداخلية، الشرطة الجماهيرية، اللجنة الشعبية، عملنا جميعا على حملات توعية من مخاطر فيروس الكورونا وعن كيفية الوقاية من هذا الوباء اللعين، وذلك عن طريق الإعلام وعن طريق توزيع نشرات توعية وإرشادات، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، موقع المجلس، صفحة رئيس المجلس. نقوم شخصيا بالاتصال مع المصابين ومع الموجودين بالحجر المنزلي، حملات توعية عن طريق المشايخ بالمساجد، عن طريق التوعية في المدارس وغيرها. وأثبتت التجربة ما بين الموجتين الأولى والثانية للوباء أن ثقة الجمهور ومدى التزامه بالتعليمات متعلق بالخطوات التي تتخذها الحكومة، أبرزها توفير شبكة أمان اقتصادي ووضوح بالرؤية، وأن يشكل قادة المجتمع مثلا يحتذي به المواطنين، ولا تقتصر فقط على الحملات التوعوية عبر الوسائل الإعلامية المختلفة.